الحمد لله الذي تذلل إليه أيوب عليه السلام فقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وتوسل إليه زكريا فقال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وتوسل إليه يونس عليه السلام فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وتضرع إليه إبراهيم خليل عليه السلام فقال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وشكره يوسف عليه السلام فقال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، وتضرع إليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال وقل ربي زدني علما، فكانت الإجابة على وجه السرعة، فأنزل المولى سبحانه قوله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حلها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي إليك بالذل مفتكرا، يا خير من مدت إليه الأيد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. أصلي وأسلم على أمير الأنبياء وصفوة الخلق في خلقه الذي تحدث عن نفسه بكل فصاحة فقال كل حسب ونسب يقطع يوم القيامة إلا حسبي ونسبي، وصدق القائل إذ يقول نظرت إلى قبر الحبيب فهالني نور بدا من بعده قبل قربه، فقلت إن كان الجدار منورا فما بال جوف القبر ما بال من به، وما بال ترب ضم نور محمد ونور محمد من نور ربه. اللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، يتواصل عطاؤنا ولقاؤنا ونحن في ليلة تكريم رحلنا الكريم رحمة الله علي عميد عائلات العيان بهذه البلدة الطيبة، رحمة الله علي الحج عبد البديع العيان، جينا مشاركين أسر وعائلات العيان جميعا تقدمونا بخالص شكر وتقدير إلى كل من أتى ليقدم واجب العزاء. نستعيد الجزء المتبقى من هذه الليلة بتلاوة قرآنية عطرة مباركة، ويحضرنا في هذه الليلة من أعلام جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي ودعامة من دعام إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية، والذي طاف العالم الإسلامي أجمع بقوة آدائه وبأصالة أحكامه، وملك المقامات بجمهورية مصر العربية وقارئ الإبداع الأول فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك. أسأل ربي سبحانه وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منكوص بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء عطاء غير مجذوذ
وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء عطاء غير مجذوذ. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولو قلت ولو قد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما
لينهم ربك أعمالهم. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. إنه بما يعملون خبير. إنه بما يعملون خبير. فاستقم 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 كما أمرت. فاستقم كما إنه بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. قول قول بس بالراحه، قول بالراحه، قول بس بالراحه. ماشي حاضر حاضر. لا 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 أزل. على راسي على راسي. عليك يا سيدنا. عادي يا محمد. كل واحد في النواب. عليك يا دكتور. لا اله الا الله. خش يا اخي. بسم الله. اه من عارف عارف. يا رب يا سيدي. فاستقم صلى الله عليه وسلم. صلى وسلم وبارك عليه. فاستقم 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 كما أمرت. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون. ولا تركنوا إلى
ظلموا فتمسكم النار. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر 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 فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأقم الصلاة
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى ذلك ذكرى للذاكرين وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك
ربك لجعل الناس أمة واحدة وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم صدق الله العظيم. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجن والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من No.
تحرك القلوب النغمات ملك النغمات يا دكتور عبد الله ابو عزبه ملك النغمات يا دكتور عبد الله ليه وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله بغافل عما تعملون وفى
فاعبد وتوكل عليه فاعبد وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين طرفة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. وبعد إخوتنا إخوت الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي وملك المقامات بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإبداع الأول فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق، تكريما إلى روح راحلنا الكريم عميد عائلات العيان رحمة الله عليه الحج عبد البديع العيان. تقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أتى ليقدم واجب العزاء. ورقية عزاء مقدمة من صاحب الواجب دائما والعملة النادرة بمركز كفر صقر السيد المستشار محمد عثمان بك حسن الذي أتى مشاركا للأسرة الكريمة في ليلة تكريم الراحل الكريم. نقطة هذه التلاوة عبر أثير موجاتنا الصوتية. عميد الصوتيات الحاج محمد سلام إدارة العالمي حمادة سلام برهمتوش السنبلوين بلوعة الإنارة وكسور الضيافة والفراشة الحديثة لأعمدة مقاول الإنارة والفراشة الحاج عبد اللطيف البرومي والمقيم بالمنشية الجديدة ويجب ضيافة أولاد الجهري وكفر حماد هندسة الهواء والتصوير عبقري مصر محمد النجار العرين فقود الشرقية. أترككم في رعاية الله وأمنه. ألقاكم بعد صلاة العشاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.